أنا الآن تماما. أريد أن أقف على موضوع قطر. أنت قلت أنه حاولوا في أكثر من مرة أن يتواصلوا معك وقت ترك الفيصل، تواصلوا معك الحكومة هناك من أي حكومة؟ أنك ترجع السعودية. إيه نعم. وفي بندر بن سلطان عام 2014، لكن أنت الآن ما قبلت كل الوساطة السعودية، جيت عن طريق قطر. لماذا قبلت الوساطة القطرية ورفضت كل الوساطات؟ لا مش اني رفضت ولا قبلت، الوقت له، الظرف الزمني له دور كبير طبعا. تعرف انا خلاص كنت يعني ناضج مستوي مهيئ للعودة وقتها. هذه 2014 بندر بن سلطان، وانت قابلت تميم قصر وجبه 2014. لاني ما بينهن الا يعني لاني ربطتها في موضوع، هذا من قرات يعني مثل ما نقول بالعاميه، انا ربطتها في موضوع ما رجعت يعني. لا لما يدخل فيها طبعا زخم بهالشكل هذا، رئيس بلد ويدخل فيها هنا برضه رئيس. هو انت لما تتكلم عن تركي الفيصل، لما تتكلم عن بندر بن سلطان، هذول اسماء يعني. لا يعني قصدي الظرف الزمني له دور، ما في اي والله اي سبب، بس كان الشخص هذا الوقت يمكن لو جاء يعني. لو تلاحظ حتى الاسئله تزوج منهم، طبعا الشعب القطري على راسي طبعاً وشعبنا واهلنا، ما انا اتكلم عنهم يعني، وتحيه لام تميم وسلامي لها يعني. الله يعافيك. انا اتكلم ان هم قضيه انه سماه تميم، هذه ترى كلام الناس. انت لو تدخل والله هذا اشبع وقتل بحثا تميم، تميم اسم طفل، وامه رغبه امه بتسمي تميم. لا انا ما اتكلم، انا اتكلم عن انه شوف الناس وين رايحه. صح. انا سؤالي لك طبيعي انه طيب خليني أسألك بطريقة ثانية. يقول متنبي وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوي. شوف طيب. في ناس ما راح يقبلونك أنت يا كساب يا مديفر، ما راح يقبلون منك. في ناس إلين تدفن راح يأخذون موقف سلبي منك في أي قضية. يعني قضية القطر وال يعني اللي ذكرناها، أنا مستعد أجيب أي سؤال، ما عندي أي مشكلة طيب. في الجانب هذا. لكن طيب خلينا قضية تسمية الولد نتجوزها، لا لأن أتجوز. أنا يعني أعتبر قضية شخصية. أنا بس أعطيك، أنا أقول لك الناس تقول كذا، أنا على رأسي على رأسي. سؤالي برجع لك شوي ورا خطوة. لما كنت أنت في يعني، أنا الحين قعدت نشوف قبل الوساطة القطرية، معناته علاقته كويسة فيهم. يجي السؤال، هل كانت قطر تدعم كساب الكتيبي تحديدا لما كان في لندن؟ هذا سؤال. سؤال جميل. شوف يا عبد الله مديفر، تعرف صراحتي احنا في يوم فضيل والله لو في دعم ريال واحد كدعم سياسي او دعم من هاللي يدور يعني يدور حوله يحمون حوله الناس لذكرتها الان. شوف ذكرت قضيه حمد بن ثامر وقضيه يعني انا اعرفها شخصيا، ذكرتها كان بامكاني ما اذكرها، لكن ما في اي دعم بها، ما في مجال للدعم اصلا. ولما نسبت القطر انا يعني انا خلاص انا قررت اتزوج بزوجه ثانيه ولي علاقات جيده لي علاقات جيده بالقطريين، الشعب القطري لاصدقاء قطريين، هذا شيء. وهذا الشعب القطري هل إيه نعم ما يحتاج انت تقول الكلمه. لكن انا سؤالي لك امانه، لو في دعم راح اقولها لك، أنا اقول فعلا دعموني بكذا وكذا. انا الان في ورقه عندي لقيناها احنا، وانت لازم تتعلق عليها. هذا القلدي من سفاره دوله قطر في لندن، هذه ضحوكه، هذه فوتوشوب حبيبي. طيب خاص وهام الى معالي الشيخ حمد بن جاسم جبل الثاني، متابعه مهام سري. إذا فيه إمكانية تطلعوا لي الخطاب هذا يطلعوا عادي، لا انت شرب نرفق لسيادتكم كشف الحساب البنكي الخاص بفرع المهمات الخاصة والسرية للسفارة في لندن بعد تحويل المبالغ المذكورة في كشف الحساب بناء على أوامر سيادتكم بتحويل مبلغ وقدره كذا بالجنيه البريطاني اللي هو ما يعادل 2 مليون قطري للسادة المذكورة أسماءهم في الكشف. طبعا اسمين، اسم كويتي ما راح نذكره، لكن كساب بن عبد الرحمن آل راشد العتيبي. المهام خلق حالة قلق بين المجتمع السعودي عبر المراسيل وإيهام الأفراد بأن القيادة السعودية لا تلتفت إلى مطالبهم، جذب المواطنين من السعودية المتواجدين في لندن عبر المجموعة التي يديرها وتلبية مطالبهم عبر ربطهم بسفارة الدولة، وخلق فكرة بأن سفارة دولتهم لا تلبي مطالبهم. إدارة الفريق الإعلامي المتواجد مع الصديق، خاصة من يعملون في المواقع في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لمهاجمة الإمارات وقيادة الإمارات مع الابتعاد عن ذكر رئيس الإمارات في التغريدات، مع محاولة الزعزعة الطمأنينة في نفوس المواطنين تجاه قيادة الإمارات. المبلغ 1 مليون ريال قطري حساب لندن مرفق كشف التحويل. تعليق. يمين الله أنا من كثر الواحد ما ودي أحلب كثير، حتى هذه جلسة يعني فكرية ثقافية مكتوبة فوتوشوب أمانة.
تبين احلف لك؟ هذه ليست ثقافيه، هذه مشاهده للتاريخ. هذا طلع، انا اقول طلع ايام خلافي مع الاماراتيين، تعرف انا صار لي خلاف مع الاماراتيين وان شاء الله انتهى يعني الحمد لله، والاماراتيين يعني على عيني وراسي. خلينا نحكي على القطريه بعدين نحكي على الاماراتيين. لا هو طلع اثناء الازمه مع الاماراتيين هذا، لكن حتى صياغاته مضحكه يعني، وحتى المبلغ اللي فيه مستحيل يكتبون شيء بهالطريقه امانه. هذا فوتوشوب مكتوبه امانه، هذا فوتوشوب مكتوبه في عندك ايجاب في هذا الكلام جملته وتفصيلا. طيب يعني احد يدعم يكتب خطاب ويسربه يعني بالعربي يعني ولو اخذت قلت لي اخذت نعمه وبركه والله غريب اخذت فعلا دعموني بمليون، لكن والله ما هو صحيح امانه.